المرجو الانضمام إلى قناة طبخ سهل وبسيط عبر الضغط على الزر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكرا لكم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم وصفة سهلة وسريعة ومضمونة لعلاج السعال ونزلات البرد. نبدأ على بركة الله. نحتاج إلى حبة بصل. أولا نأخذ البصل ونقوم بطحنه بالطحانة الكهربائية أو الطحانة اليدوية، ثم أقوم بتصفيته حتى نحصل على عصير البصل. نأخذ نفس كمية عصير البصل من الماء، ونحتاج إلى ملعقة كبيرة من العسل. في إناء أضع عصير البصل، ثم أضيف له كمية من الماء، نفس كمية عصير البصل، وفي الأخير أضيف ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. أما بالنسبة لكيفية استعمال هذه الوصفة، نأخذ ملعقة كبيرة في الصباح وملعقة كبيرة في المساء. لا يمكنكم الاحتفاظ بهذه الوصفة أكثر من يوم، لذا يستحسن استعمال الكمية التي سوف تستعملونها في يوم واحد. كما قلت، نستعمل ملعقة كبيرة في الصباح وملعقة كبيرة في المساء. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. لمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في قناتكم طبخ سهل وبسيط بالضغط على الدائرة التي تظهر على الشاشة الآن، ولا تنسوا مشاهدة فيديوهاتنا السابقة، وشكرا لكم.